ازيكم شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت هندلنا اللينة بتاعتنا، لكن ظهر لنا ايرور. ايرور ده بكل بساطة انه مش قادر، هو مش قادر. هو بيقول لك هنا نال، لو رحنا في الرن هتلاقي بيقول لك نال فان في اللاين ده. هو مش قادر يعمل انجكت للتوكن سيرفيس، فاحنا هنشيل دول تمام، وهنعمل ايه؟ الت انسيرت كونستراكتور، ونعمل ايه الكونستراكتور بايدينا، او ممكن تسيبهم زي ما هما. تعال نجرب كده ونحط هنا اد اوتواير. تمام، ده حل. بس الاوتواير يعني ايه؟ مش بيفضله على فاريبل، بيفضله في الكونستراكتور. فخلينا نعمل الكونستراكتور احنا. تمام اهو، تمام. ما تحطش اوتواير، هي اوريدي بايه؟ هو بايه؟ بيحس وبيعرف بايه انك انت عاوز تعمل ايه، انجكت للايه، الاوبجكت اللي هو التوكن سيرفيس. تمام، في التوكن سيرفيس برضو هنا هشيل دول عشان هو مش قادر يعمل الاوثنتيكيشن مانجر. قلت انسيرت كونستراكتور اهو. اول ما عملت، بص بقى الايرور ظهر هنا ازاي. في هنا ايرور ظهر ازاي؟ انه ايه؟ مش قادر يعمل اوتواير للايه، الاوثنتيكيشن مانجر، مع اننا كنا عاملين الانوتيشن اللي هي اول ارجس كونستراكتور ونو ارجس كونستراكتور، ما ظهرش الايرور ده. فده ايرور المفروض كان ظاهر، اللي هو مش قادر يعمل اوتواير. المفروض في الايه، في الكونفيجريشن بتاعه سبرينج سكيورتي تعرف ان في ان الاوتوكيشن مانجر ليه بين، لازم تعمل له بين. فانا هنروح لسبرينج سكيورتي تمام اهو، وهنعمل بين من ايه، من الاوتوكيشن مانجر اهو. تمام، ولاحظ انها معملها اوفر رايد، يعني اوريدي هو موجوده في الويب سكيورتي كونفيجر ادابتر. تمام، واكيد انت فاهم او بي. تمام، فانا عملت لها اوفر رايد وحطيت له بين، وعرفت ان البين ديت من الاوتوكيشن مانجر. تمام، لو رحنا هناك هنلاقي ايرور ايه، هنلاقي ان الايرور راح اهو، ما فيش اي مشكله. حاجه ثانيه، احنا المفروض كنا عاملين هنا جي دبليو تي لوجن، كنا عاملينها قبل كده. فعملنا ثاني لوجن يوزر، فانا ما خدتش بالي، فانا همسح لوجن يوزر خالص، هعمل ديليت. تمام، هاخد الجي دبليو تي لوجن، اصل هي يوزر نيم وباسورد، هبدلها هنا اهو، واعمل لها امبورت. تمام، مفيش اي مشكله. تمام، تاني اعمل ريران. طبعا فاضل برضو ايه في اللوجن، برضو المفروض هنبدلوها اهو، واعمل لها امبورت. تمام، مفيش اي ايه، اي مشكله، لانهم كلاسين زي بعض. نعمل ريران ونشوف الدنيا بتاعتنا هتمشي ولا لا. اهو، تمام، مفيش اي ايرور. تعال نروح هناك، لاحظوا معايا، هعمل سند اهو، التوكن رجع اهو وكل حاجه تمام، مفيش اي مشكله. تمام، تمام. واحد يقول لي في اللوجن الاول كنا بنعمل سند، بيرجع لي التوكن ببرير، انت هنا مرجعه لي من غير برير. هقول لك مفيش اي مشكله، يعني انت ممكن تحط هنا بكل بساطه، تحط هنا ريتيرن، تحط هنا سترينج اللي هو برير ومسافه وتعملها، لكن انا هرجع بس التوكن، انا عاوز التوكن بس. تمام، انا عاوز التوكن بس. جميل جدا لغايه دلوقتي، جميل، مفيش ايه، مفيش اي مشكله. تمام، تمام كده اللوجن عندنا شغاله. تمام، والساين ان برضو عندنا شغاله، خلي الاثنين شغالين. تمام، تمام. طب تعالوا كده ندخل اي يوزر نيم باسورد، هل هيهندل الدنيا ولا هيخش برضو يجيب لي توكن سند اهو؟ قال لي ايه؟ ان اوثرايزد. اذا مش اي يوزر نيم وباسورد يخش لغايه دلوقتي. تمام، مفيش اي ايه، مفيش اي مشكله. هنروح هنعمل نيو ايشيو. تمام، هقول له ريزولف ايرور. تمام، اساين يور سيلف، هنعملهم اند ايه، اند تيستينج اهو، سبميت نيو ايشيو اهي، كنترول سي، هروح هناك هعمل اد جيت، اد جيت كوميت، كنترول في، هعمل كلوزس كوميت اند بوش، كوميت اند بوش
بوش، استنى قبل ما اعمل بوشنج هروح هناك هعمل لي كلوزد والكوميت بتاعته كل حاجه تمام. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، لو في اي حاجه مش واضحه هتواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك تحت في الديسكريبشن، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.